أستاذ عبد الرحمن. الحاج عبد الرحمن رمضان معاك يا شيخ، مبروك إيه؟ حاج رمضان. الحاج عبد الرحمن معاك. أهلا يا حاج عبد الرحمن، ربنا يديك الصحة، أنا داعي لك وأنا في الحرم يا شيخ مبروك. اللهم آمين يا رب يتقبل، ربنا يستر معاك دنيا وآخرة، ربنا يتقبل منك يا رب، يشفيك ويعافيك يا شيخ مبروك يا المحترم. الله يزيدك جمالا عنده وقربه. أنا من مركز زفت محافظة الغربية يا شيخ مبروك. أهلا وسهلا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الراشي والمرتشي في النار. أيوة. دلوقتي احنا في مركز زفتة مش عارفين نعمل ايه. الأستاذ مدحت الغامري اللي شغال في شركة المية لازم ياخد منا رشاوي عشان يوصل لنا المية، واشتكينا لكل الناس وقلنا له حرام والدين، ودعيت عليه في الحرم والله يا شيخ مبروك. الأستاذ مدحت الغامري يقول لي عاوز 1000 جنيه اوصل لك مية، عاوز 500 جنيه، وطول النهار يعمل رشوة والناس بتدعي عليه كلها مش بيجرى له حاجة. نعمل ايه؟ نقول حاسب عليه؟ انا بحاسب عليه والله العظيم. الراجل باع الحمارة بتاعته عشان يدخل مية، وراح الاستاذ مدحت الغمري قال له بيع الحمارة وهات لي فلوس. طب نروح نسأل يقول له لا، الفلوس دي ياخدها رشوة ومعاه انتوا تدي له حاجة، واحنا ناس فلاحين غلابة نعمل ايه؟ يقول لي ندعي ونقول ايه، لاني دعيت عليه في الحرم ان ربنا ينتقم منه. وشركة المية مش عارف سكت عليه ليه كده، ونعمل ايه يا شيخ مبروك؟ الله يستر معاك دنيا واخره. والرسول عليه الصلاه والسلام قال الراشي والمرتشي في النار. ايوه. فانا عاوز اروح اقابل المحافظه الغربيه يا شيخ مبروك والنبي. روح قابله، المقابلات مش محرمه. لما تقابل المحافظ المقابلات مش محرمه، لما تقابل الوزير المقابلات مش محرمه، عادي جدا. وعايز اقول حاجه، يعني نروح نقابل المحافظ ونروح نقابل الوزير ونروح نقابل اي مسؤول بكرامتنا وبأدلة اتهامنا، وما يقضى فسوف يكون. ده اللي عليك حضرتك تعمله بس. لكن أنا لا أريد لجمهوري المحترم أن يتخذ من مسألة الدعاء فايل، يعني بحيث الناس تستناه، احنا داعينا على فلان ده، استنى بقى لما نشوف. ما فيش في الدين كده. الدين فيه تاخد حقك وتسأل الله أن ينصرك على من ظلمك.